صلاة الجنازة كيفيتها معروفة التي انعقد عليها الإجماع، 4 تكبيرات: الله أكبر بعد الأولى قراءة فاتحة الكتاب بدون استفتاح، ثم يكبر، وبعدها الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد، إلى آخرها، ثم يكبر ثم يدعو للميت بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأدعية، ومنها: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا، ثم يدعو للميت أيضا بالثبات وإلهام الحجة، وهي شفاعة حقيقة، شفاعة من الأحياء للميت الذي هو بين يدي الله عز وجل، وللسؤال. نعم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون.